علشان تعرف طريقة الحصول على جهاز ده مجانا تابعنا لآخر الفيديو. النهاردة معانا أول ريفيو معانا لجهاز على القناة بتاعتنا، وده أول أنبوكس هنعمله على الجهاز. هو سامسونج بوت بوك 9، جهاز من الجنب هنا عليه البادج بتاع انتل، وبعدين بادج سامسونج. هنا فاضي وهنا فاضي، هنا تقدر تشوف الإمكانيات المتوفرة في الجهاز اللي هنشوفها مع بعض، وهي ويندوز 10 هوم نسخة على أعلى نسخة من ويندوز، والبروسيسور انتل كور i7، والشاشة 15 بوصة فول اتش دي، كارت الشاشة انفيديا 940 ام اكس دي دي ار 3 ال اب تو 2 جيجا، الميموري او الرام بتاعت 16 جيجا وهي دي دي ار 4، الهارد بتاعه 256 جيجا بايت، والكلر بتاعه هو اللايت تايتن، وهو عامل زي الريموت كده ولكن فاتح. جهاز نفتح كده نشوف من جوه. طبعا الجهاز اول حاجه هتشوفها قدامك في كرتونه، ناخد الجهاز نحطه على جنب، نمسك تلاقي ويندوز 10 ابس كويت جارد، ورا في مايكرو يو اس بي، ده عشان هنبقى نستخدمه هنعرف نستخدمه دلوقتي من نشوف الجهاز. بعد كده هنلاقي الشاحن طبعا من سامسونج، بصراحة الخامة عالية، خامته عالية جدا كويس. طيب نحط على جنب ونشوف العلبة، العلبة خلاص مفيهاش حاجة تاني كده. نشوف الجهاز بقى، ونفك من التغليف اللي هو فيه. الجهاز صح، جهاز جميل جدا وخفيف وملمسه ألمان سامسونج، ما هو عليه علامة سامسونج لامعة كده. من الظهر ما فيش حاجة مكتوبة، أو مكتوب حاجة ملهاش حاجة ملهاش لازمة يعني. جابوا كده، ممكن نقارن مقاسه مع أي ماك، هنلاقي إن هو في أكبر من أي ماك شوية، لأن هو في أكبر شوية مساحة أكبر من الناحية التانية كمقارنة بالآي ماك. حتى لو جينا نشوف جهاز من الجنب كعرض، هنلاقي إن الآي ماك بينزل بطريقة كده مسحوبة على رفيع، لكن السامسونج بتاعنا النوت بوك 9 نازل بشكل مستقيم. دلوقتي البيت شكل أكثر أناقة للآي ماك. هنفتح الجهاز نشوفه من جوه، هنلاقي انه الكيبورد بتاعته طبعا زي ما شايفين الصراحة خامته عالية جدا، يعني انا شايف الجهاز خامته عالية وكويس. تلاقي هنا في زرار الباور، والجهاز بيتوفر على الفينجر برينت، يعني شايف ان الجهاز مش بطال. دلوقتي هنشوف او هنعرف المداخل الموجودة في الجهاز. هنبص من الجنب، هنلاقي اول حاجة مدخل الاس دي كارد، بعد كده مدخلين لليو اس بي، بعد كده مدخل اتش دي ام اي. الناحية التانية نلاقي اول حاجة مدخل للشاحن، مدخل يو اس بي كارد تاني، ومدخل ال لقينا ال يو اس بي جاي معاه، ده نستخدمه عشان لو تقدر تشحنه بشحن موبايل، وده مدخل الهيدفون. هنيجي نقارنه بمداخل الاي ماك، هلاقي مدخل الاس دي كارد الالكترو الكبير، ولا مدخل يو اس بي
الناحية التانية هنلاقي أول حاجة مدخل للتشارج، مدخل USB تاني، ومدخل الهيدفون. ده طبعا اللي بيخلينا نشوف ان السامسونج بيتوفر على مداخل اكتر من الاي ماك. صراحة انا شايف ان السامسونج مقاسه حلو جدا، مش كبير، حتى هو ثقله مش كتير، يعني 2.5 البي. عشان تعرف ازاي تقدر تاخد الجهاز ده مكاننا هتلاقي في لينك تحت الديسكريبشن عليه مسابقة الجهاز ده، تقدر تسجل في المسابقة، تعمل اشتراك في القناة عشان تعرف اسماء الرابحين. شكرا للمشاهدة.